الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام في هذه الفقرة من فقرات صرف الفعل لا كونجيكازون دو فيرب لي مود إي لي طون. طبعا كنا قد رأينا في الفقرة السابقة لومبلوا دو لابيراتيف بريزون، يعني نتكلم على الأمر بشكل عادي كما هو في اللغة العربية. إذن طبعا نتكلم على لومود إمبيراتيف. هذا لومود هذا يتضمن لامبيراتيف بريزون ثم الامبيراتيف باسي كما سنرى. إذن كما رأينا في المسابق بأن الامبيراتيف بريزون أنه يتضمن ثلاثة ضمائر. إذن نتكلم على دوزيام بيرسون دي سينغولي، ثم نتكلم على بروميير إلى دوزيام بيرسون دي بلوريال. رأينا بأن الأفعال تصرف في هذا الزمن مثل الصرف تقريبا الذي نجده في لو بريزون دو لانديكاتيف، دائما مع الضمائر الثلاث باستثناء أن الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى في الضمير الثاني للمفرد أننا لا نضيف أس. بقية الأفعال طبعا المنتمية للمجموعة الأخرى طبعا أنها تصرف مثل لانديكاتيف بريزون، باستثناء بعض الأفعال مثلا لو فيرب إتر، لو فيرب أفوار، مثلا لو فيرب سافوار كما رأينا. هذه طبعا نصرفها في لامبيراتيف بريزون بناء على صرفها في السبجونكتيف بريزون. إذا أخذنا مثلا لو فيرب سافوار طبعا في الأمر في لامبيراتيف بريزون سنجد ساش، ساشون، ساشي. في لو بريزون دو لانديكاتيف طبعا نقول جو سي، تي سي، إيل سي، نو سافون، فو سافي، إيل ساف. إذن كما تلاحظوا بأن كاين فرق كبير بين لو فيرب سافوار في لو بريزون دو لانديكاتيف وبين طبعا لو سبجونكتيف. كما نلاحظ لو سبجونكتيف نقول كو جو ساش، كو تي ساش، كيل ساش، كو نو ساشيون، كو نو ساشيون. نقول مثلا il faut que nous sachions، يجب أن نعرف، كو فو ساشيي، كيل ساش، كيل ساش. إذن طبعا كما تلاحظوا بأن لو غاديكال اللي غنلقاو في هذا الصرف هذا هو اللي غنبنيو عليه لامبيراتيف بريزون، نقول ساش، ساشون، ساشي. طبعا في المقابل كما تلاحظوا لامبيراتيف باسي الذي سنراه بعد قليل، يعني أننا ناخذ لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سافوار ونسبقه بلوكسيليير يا إتر أو أفوار، ولكن هذا لوكسيليير سيكون لامبيراتيف بريزون، يعني في الزمن المقابل في نفس المود. إذا طبعا هنا تنصرف avoir أو être، أن avoir أو être هو اللي تتصرف في الامبيراتيف بريزون، نضيف له لو بارتيسيب باسي فنحصل على الامبيراتيف باسي. طبعا بعد هذا سنرى الامبيراتيف باسي. لومبلوا دو لامبيراتيف باسي، لومبلوا دو لامبيراتيف باسي. لامبيراتيف باسي est très peu employé mais il permet d'exprimer l'antériorité d'une action ordonnée par rapport à une action qui n'est pas encore réalisée. Et dans l'impératif passé, est très peu employé. Et dans le zaman, قليل ما يستعمل. يعني أنه قليل استعمال. Mais, ولكن, إذا استعمل, il permet d'exprimer l'antériorité. Et dans le يمكن من التعبير عن l'antériorité d'une action ordonnée. إذن هو يمكن من التعبير عن أسبقية فعل، يعني في أمر، action ordonnée، نتكلم عن فعل في أمر، par rapport بالنسبة à une action بالنسبة لفعل آخر qui n'est pas encore réalisé، الذي لم يحصل بعد، الذي لم يتحقق بعد، الذي لم يحصل بعد. exemple مثال et ranger votre chambre avant son arrivée. Et ranger votre chambre avant son arrivée. فلترتب غرفتك قبل عودته. إذن فلترتب غرفتك قبل عودته. أننا تنأمر بواحد الفعل قبل حصول فعل آخر اللي هو عودة شخص ما. إذن تقول لشخصين رتب غرفتك قبل أن يعود فلان مثلا أو قبل عودته كما عندنا هنا. هنا نعطي أمرا
بالقيام بفعل قبل حصول فعل آخر. La construction de l'impératif passé, تركيب هذا الزمن. إذا تركيب هذا الزمن c'est un temps composé. إذا طبعا كما رأينا قبل قليل هو زمن مركب، أنه تتصرف l'auxiliaire زائد le participe passé. On conjugue l'auxiliaire être ou avoir، يعني أن نتصرف être أو avoir à l'impératif présent. إذا طبعا هنا علينا أن نضبط هاد المساعدين أو هاد الفعلين في الامبيراتيف بريزون، يعني avoir ou être. ثم on lui rajoute، ثم نضيف لهما أو نضيف لأحدهما le participe passé du verbe à conjuguer. إذا نضيف لهما le participe passé الخاص بالفعل المراد تصريفه طبعا، qui s'accorde selon les règles d'accord du participe passé. Qui s'accorde selon les règles d'accord du participe passé. طبعا الذي يتوافق أو يتأثر حسب القاعدة طبعا المعروفة d'accord المتعلقة بالتوافق أو بالتأثر طبعا الخاصة ب le participe passé. طبعا رأينا هذا بأن le participe passé أنه تتأثر بالسوجي sujet إذا كان مصرف مع l'auxiliaire être. إذا فيما تتصرف شي فعل في زمن مركب dans un temps composé إذا كان تتصرف مع être هنا خاصنا نردو البال. ذكرنا هذا في أكثر من مرة، يعني أن الفعل ملي تتصرف مع l'auxiliaire être خاصنا نردو البال إذا كان لو سوجي مؤنث خاصنا نزيدو أو لهاد لو participe passé، وإذا كان لو سوجي يعني الفاعل جمعا خاصنا نزيدو واحد أس هاد لو بارتيسيب باسي. إلا كان مثلا لو سيجي مؤنث وجمع غنزيدو او اس لهاد لو بارتيسيب باسي. هذا الذي يتعلق بهاد القاعدة. اكزامبل امثلة سوي غونتخي افون 8 اور. كيما تنشوفو هنا عندنا غونتخي اصلا بدون اس، هذا هو البارتيسيب باسي الخاص بفعل غونتخي، ولكن مادام اننا صرفناه مع اتر طبعا عندنا سوي هذا لوكسيليير اتر مصرف في لامبيراتيف بريزون. اذا سوي رونتري لكي نحصل هنا على لامبيراتيف باسي دي فيرب رونتري، اذا علينا ان نصرف لوكسيليير في لامبيراتيف بريزون. اذا صرفنا هنا اتر في لامبيراتيف بريزون ولكن مع فو اللي ما تتبانش هنا طبعا لاننا تنتكلموا على لامبيراتيف. الامبيراتيف كما ذكرنا لو مود امبيراتيف بصفه عامه سواء تكلمنا على الامبيراتيف باسي او الامبيراتيف بريزون انهم تيكونوش في الضمائر. اذا طبعا هنا مادام اننا صرفنا هاد الفعل اللي عندنا لو بارتيسيب باسي ديالو هنا اللي هو غونتخي صرفناه مع اتر، اذا طبعا غادي تاثر بلو سوجي اللي ما بينش هنا اللي هو فو انتم. اذا نقول سوي غونتخي فلتدخلوا، إذا أتكلم عن فو عن أنتم، طبعا سنضيف إس الخاصة بالجمع سوي غونتخي. ولو تكلمنا عن المؤنث لو كنا نتكلم عن جمع إناث نأمرهن بالدخول قبل الثامنة، إذا سنقول لهن سوي غونتخي طبعا سنضيف أو إس. إذا سوي غونتخي أفون 8 أور. ثم عندنا إفيني، إذا فلتكمل طبعا عندنا فيني مصرفة مع لوكسيليير أفواغ إنفيني، طبعا عندنا أفواغ مصرف في لامبيغاتيف بخيزون مع تي سنقول إي إنفيني فلتكمل أفون مو غوتور قبل عودتي. إذا عليك أن تكمل أو عليك أن تكملي قبل أن أعود أو قبل عودتي كما عندنا هنا. إذا طبعا لو فيرب فينيغ ما ضفنا ليه والو، علاش؟ لأنه تصرف فقط مع أفواغ ماشي بحال تصرف مع إتر. إذا طبعا مادام أننا سنحتاج هاد لي دو زوكسيليير أفواغ و إتر مصرفين في لامبيغاتيف بخيزون للحصول على لامبيغاتيف باسي لأي فعل طبعا يصرف مع هاد لي دو زوكسيليير، إذا طبعا هنا سنرى صرف هاد لي دو زوكسيليير على لامبيغاتيف بخيزون. إذا طبعا أفواغ نقول إي أيون أي، ثم عندنا لوكسيليير إتر نقول سوا
سويو سويي، كما عندنا في المثال سويي غونتخي. إذا ممكن نقول لشخص واحد نقول له سوا غونتخي، إذا فلتدخل. سوا غونتخي أفون ويتوغ، إذا فلتدخل قبل الثامنة. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن لامبيغاتيف باسي أنه تيعطي الأمر ولكن بالمقارنة عندما نقرن هذا الأمر بفعل آخر سيأتي بعده. أما إذا كان أمرا عاديا هنا تنعطي الأمر فقط بلامبيغاتيف بريزون. نقول مثلا سوا ساج، فلتكون عاقلا، لامبيغاتيف بريزون. طبعا نرى الآن لو مود بارتيسيب. طبعا لو بارتيسيب كاين فيه لو بارتيسيب بريزون وكاين فيه لو بارتيسيب باسي، وفي الحالتين سنرى شكل للفعل شبه ثابت تقريبا. سي تان مود ان بيرسونيل، اذا نتكلم على واحد المود اللي هو غير شخصي، المقصود انه ما تيتصرفش، المقصود ان الفعل هنا لا يصرف فيه مع ضمائر. سي لا فورم ادجيكتيف دي فيرب، اذا نتكلم عن الشكل النعتي او الوصفي للفعل. Il indique comment se réalise une action par rapport à une autre. Il indique comment se réalise une action par rapport à une autre. هو يبين لنا كيف يتم أو كيف ينجز الفعل par rapport à une autre بالنسبة لفعل آخر. إذا سنرى le participe présent. Emploi du participe présent au adjectif verbal. أو نتكلم عن نعت فعلي كما نقول. Le participe présent fonctionne comme un adverbe. Et dans le cas, le participe présent fonctionne. Il nous y amène comme un adverbe كظرف. كظرف. Invariable. Il nous غير متحرك. Il nous ثابت بمعنى آخر. Sauf s'il est employé comme un adjectif. إلا إذا استعمل كنعت. Et ça accorde. طبعا النعت كما تعرفوا بأنه تتغير مع الموصوف. إذا كان الموصوف مؤنث حتى هذا النعت سيدل على التأنيث، وإن كان الموصوف جمعا فحتى هذا النعت سيكون جمع. إساكورد أنه سيتوافق، المقصود أننا تنضيف الأ إذا تكلمنا على المؤنث نضيف له أس إذا تكلمنا على الجمع. إساكورد وأنه يتوافق. ألوغ حينئذ أون جون إي أون نومبر أفيك سون سوجي، مع فاعليه، المقصود مع الشيء الموصوف. طبعا اون جونغ هي تنضيف او اذا كان مؤنث، نحذف او اذا كان مذكر. اي اون نومبر هو في العدد، المقصود اذا كان مفرد تنحذف اس، واذا كان جمع تنضيف اس. كونستركسيون دي بارتيسيب بريزون او ادجيكتيف فيربال، تركيب هاد لو بارتيسيب بريزون. وفي حالات هاد لو بارتيسيب بريزون كما قلنا الان أنه تيجي على شكل adjective verbal. إذن على كل حال تنتكلموا على نفس التركيبة. Le participe présent a toujours. Le participe présent عنده ديما. شنو عنده؟ Postfix عنده ك نهاية. إذن عندنا prefix وعندنا suffix. Suffix هي الأحرف، هي مجموعة الأحرف اللي تجي بعد الكلمة، تكون عندها واحد تغيير شيئا ما في معنى الكلمة. Example. إذن كأمثلة. Il allait à l'école en chantant. إذن هم يذهبون، هم كانوا يذهبون إلى المدرسة en chantant مغنين. إذن هاد مغنين كأننا نصف هاد الأشخاص كيف كانوا يذهبون إلى المدرسة، مع العلم بأننا تنتكلمون على لو فيرب شونتي. لو فيرب شونتي يعني فعل غنى. إذن كانوا يذهبون إلى المدرسة en chantant. تنضيف ant لهذا الفعل. elle allait هي كانت تذهب، à l'école كانت تذهب الى المدرسه، en chantant بنفس الطريقه. كما تشوفوا بان الشكل المتعلق بهذا الفعل انه شكل ثابت، اذا en chantant. طبعا هذه en chantant لو جيرونديف، اما chantant هذا لو بارتيسيب بريزون. تزيدوا ant الفعل بعد ما تنحذفو مثلا ار مثلا في المجموعة الأولى إلى غير ذلك. إذا لادجيكتيف فيربال إي ديريفي دو بارتيسيب بريزون. إذا لادجيكتيف فيربال
إذا نتكلم هنا على الوصف الفعلي أديريفي دي بارتيسيب بريزون أنه يشتق من هذا لو بارتيسيب بريزون اللي شفنا الآن. إذا للحصول على لادجيكتيف فيربال نتكلم على الوصف الفعلي مي إل ساكورد أون جونغ إي أون نومبغ أفيك لو نو. وفي هذه الحالة طبعا غتنطبق على القاعدة المتعلقة بالادجيكتيف، غنزيدو لو أو إلا كان مؤنث، غنزيدو لو إس إلا كان جمع. هذا هو المقصود هنا مي إل ساكورد، ولكن هو يتوافق أون جونغ إي أون نومبغ. أون جونغ كما قلنا قبل قليل أننا تنضيف أو في المؤنث، نحذف أو في المذكر، إي أون نومبغ ثم نضيف إس في الجمع، نحذف إس في المفرد، أفيك لو نو مع الإسم، كيل كاليفي الذي يصفه، الذي يصفه. إذا كان توصف لنا واحد الإسم جمع غنضيفو إس، كان توصف لنا واحد الإسم مؤنث غنضيفو أو. إذا لادجيكتيف فيربال أ بوغ سيفيكس أنطي. إذا في هذه الحالة لادجيكتيف فيربال، إذا الوصف الفعلي النعت الفعلي أ بوغ سيفيكس غيكون عنده كنهاية أنطي إلا كان مفرد مذكر، أنطي إلا كان مذكر مفرد، أنطي إس إلا كان مذكر جمع، أنطي أو إلا كان مؤنث مفرد، أنطي أو إس إلا كان مؤنث جمع. إكزومبل أمثلة أن جون نوم شارمون. إذا نتكلم عن رجل شاب أو نتكلم عن شاب شارمون، شارمون كما نقول جميل. دي زونفون شارمون، إذا نتكلم عن أطفال أنهم جميلين مثيرين من حيث الجمال. شارمون، إذا نضيف إس نتكلم عن مجموعة أطفال. إن فيات شارمونت، إذا نتكلم عن بنت صغيرة، إذا نتكلم عن بنية جميلة، إذا نضيف طبعا كما تلاحظوا دي جون فام شارمونت. إذا نتكلم عن شابات جميلات مثلا، إذا نضيف أو إس. إذا كما تلاحظوا بأن شارمون تجي على شكل لو بارتيسيب بريزون. باغيوغ من جهة أخرى بيان كو ديريفي دي بارتيسيب بريزون، رغم أنه تيكون مشتق من لو بارتيسيب بريزون، لادجيكتيف فيربال إذا هذا الوصف الفعلي أو النعت الفعلي بو أفواغ أون إكريتور ديفيرونت، ممكن أنه تكون له كتابة مختلفة، ممكن أنه يكتب بطريقة مختلفة. بور لا بليبار دي فيرب فينيسون باغ جي أو بيان كي، لو إي إي سوبخيمي، لو إي إي سوبخيمي. طبعا بالنسبة للأفعال المنتهية بجي، جي إي أو إر أو كي، كي إي أو إر، لو إي هاد إي سواء في الحالة الأولى أو الثانية إي سوبخيمي، إي سوبخيمي أنها تحذف. طبعا تحذف عندما نريد أن نشكل لادجيكتيف فيربال اللي تيجي على شكل لو بارتيسيب بريزون. مثلا كلمة نافيغون، طبعا تنعرفوا بأن لو فيرب نافيغي أنك تبحر، أنك تتصفح، كأنك تبحر عندما تدخل إلى صفحات الإنترنت وكأنك تبحر في البحر. إذا نتكلم على لو فيرب نافيغي، إذا هنا نافيغون، إذا نافيغون هذا لو بارتيسيب بريزون تبقى كما هو. دوفيان نافيغون، إذا طبعا تتغير هذه الكلمة في حالة لادجيكتيف فيربال. نافيغون الأولى ممكن نقول بأن فلان يقوم بهذا الفعل أون نافيغون متصفحا مبحرا، تصبح دوفيان نافيغون في حالة لادجيكتيف فيربال عندما تصبح وصفا، عندما تصبح نعتا. لو بارتيسيب بريزون أن صيغة فعلية تأخذ واحد الفعل اللي تنبعون درجوه مع فعل آخر، مثلا كما رأينا إل ألي أليكول، إذن هذه الأولى، إذن أنهم كانوا يذهبون إلى المدرسة. أون شونتون مغنين، أنهم يقومون بفعل آخر موازي للفعل الأول، إذن هذا فعل ثاني يحدث بالموازاة
مع فعل آخر، لكن عندما نتكلم عن l'adjective verbal navigant بدون هاد اي، إذا هنا نتكلم على وصف، تنوصف واحد الشيء، نصف شيئا، نصف شخصا بأنه navigant، بأنه مبحر أو بحار. ثم le participe. طبعا le participe ذكرناه في غير ما مرة، هي ديك الصيغة الفعلية اللي تنحتاجوها في لي طون كومبوزي. مثلا لو باسي كومبوزي تنوضعو لوكسيليير افوار او اتر، نضيف له لو بارتيسيپ باسي. مثلا في لو فيتور انتيريور تنصرفو افوار او اتر في لو فيتور سامبل، نضيف له لو بارتيسيپ باسي. مثلا في لو بلوس كو بارفي تنصرفو لوكسيليير في لامبارفي، نضيف له لو بارتيسيپ باسي الى غير ذلك. L'emploi dans la construction des temps composés. Et dans l'utilisation de la participation, il y a une terkib l'azmina al-murakkaba. L'étudiant de l'alaq al-qalil, et dans la participation, est employé avec l'auxiliaire être ou avoir dans la conjugaison des temps composés. Et dans le cas de l'alaq al-qalil, dans la participation, il y a une terkib l'azmina être ou avoir dans la conjugaison des temps composés. Le plus souvent, pour exprimer une action passée. إذن في الغالب للتعبير عن زمانين في الماضي، ولكن كما رأينا فيما سبق مثلا لو فيتور انتيريور هذا غيتكلم على واحد لاكسيون او فيتور، يعني في المستقبل، ولكن قبل مستقبل اخر. ولكن في لو بلوس كو بارفي او لو باسي انتيريور او ازمنة اخرى كما رأينا انها تدل على الماضي. إلي اتيليزي انه يستعمل، il est utilisé dans la construction du passé composé. انه يستعمل في بناء لو باسي كومبوزي، اذا هذا الزمن مركب. لو بلوس كو بارفي طبعا ايضا هو زمن مركب. لو باسي انتيريور، لو فيتور انتيريور دو لانديغاتيف، طبعا هذو كلهم داخلين في لو مود انديغاتيف. مي اوسي دون لي طون كونديسيونيل باسي، باسي دو سوبجونكتيف et plus que parfait du subjonctif. كما رأينا فيما سابق حتى في لي مود الآخرين بحال لو مود كونديسيونيل، بحال لو مود سوبجونكتيف، رأينا هاد الأزمنة المركبة اللي هي لو كونديسيونيل باسي، لو باسي دو سوبجونكتيف، et le plus que parfait du subjonctif. هذه أيضا أزمنة مركبة. إكزومبل، أمثلة: les bateaux sont rentrés au port. Les bateaux sont rentrés au port. كما تلاحظوا باننا استعملنا لوكسيليير اتر او بريزون، اذا نقول il sont او bien les bateaux sont، ثم نضيف له لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل رونتري. وكما تلاحظوا باننا اضفنا اس لهذا لو بارتيسيپ باسي، لماذا؟ لان الفعل مصرف مع لوكسيليير اتر. nous étions partis ce matin، نحن انطلقنا هذا الصباح. nous étions، طبعا عندنا étions، ما قلناش هنا nous sommes، إذا عندنا إتر مصرف في لامبارفي، ثم أضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ، إذا حصلنا على لو بلوس كو بارفي. نوز إتيون بارتي سو ماتان، نحن انطلقنا هذا الصباح. إذا طبعا هذه أزمنة مركبة تستعمل فيها لو بارتيسيباسي بحال غونتخي، بحال بارتي. لا كونستخيكسيون دي بارتيسيباسي، تركيب لو بارتيسيباسي pour construire le participe passé. إذن من أجل تركيب le participe passé للحصول على هذا الشكل الفعلي، on rajoute au radical du verbe une terminaison qui dépend du groupe. إذن نضيف لأصل الفعل، نتحدث عن الأحرف الأصلية، نضيف لأصل الفعل، نتكلم عن الأحرف الغير متغيرة من الفعل على طول الصرف، نسميها radical. إذن طبعا نضيف لهاد لو radical، إذن on rajoute au radical du verbe، إذا نضيف لهاد الأصل الفعلي إن تيرمينيزون، إن تيرمينيزون نضيف له نهاية كي ديبون دي غروب، كي ديبون دي غروب، التي تتبع المجموعة. المقصود التي تكون حسب المجموعة. عندنا البخومي غروب، لو دوزيام غروب، إي لو تخوازيام غروب. إذا تنضيف واحد تيرمينيزون، واحد النهاية لهاد الأصل الفعلي للحصول على لو بارتيسيباسي. إذا نضيف له هاد النهاية على حساب كل مجموعة. لو بخومي غروب، الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى أنها تكون في الأصل ديالها عندها أو إغ،
نحذف ار نضع او اكسون ايغو. هذه معروفه بالنسبه للمجموعه الاولى. ثم للمجموعه الثانيه والثالثه كل وحده عندها طريقه الحصول على لو بارتيسيپاسي الخاص بها. تيرمينيزون دي بارتيسيپاسي. اذا نهايه هذا الشكل الفعلي لا تيرمينيزون دو باز اي سيل دو ماسكولين سينغولي. اذا طبعا حنا غنعتمدوا المفرد المذكر لو ماسكولين سينغولي. نو دونو لي كاتر تيرمينيزون بوسيبل انطلاقا من لو ماسكولين سينغولي. انطلاقا من المفرد المذكر ممكن نضيف عليه بعض الاحرف المتعلقه بالتانيث او بالجمع فنحصل على دوتر بارتيسيب باسي. اذا كما تلاحظوا عندنا تيرمينيزون دي بارتيسيب باسي، عندنا لو بروميي غروب لو دوزيام غروب. اذا بالنسبه للمجموعه الاولى ماسكولا سينغولي نضيف او اكسون ايغو بالنسبه للافعال المنتميه للمجموعه الاولى بحال امي. ثم عندنا لو ماسكولا بلوريال المذكر الجمع اكيد سنضيف او اكسون ايغو ثم اس. اذا نكتب امي. ثم عندنا لو فيمينا سينغولي اذا طبعا نضيف او لهاد او اكسون ايغو فنحصل على امي. فيمينا بلوريال اذا نتكلم على المؤنث الجمع اكيد سنضيف او اس كما ذكرنا لهاد او اكسون ايغو. لو دوزيام جروب طبعا ناخذ لو فيرب فينير كمثال طبعا سنحصل على هاد لي بارتيسيب باسي. اذا سيكون عندنا فيني 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 كما ذكرنا فيما سبق. مثلا هاد لي بارتيسيب باسي ممكن تحدث لها التغييرات اذا كانت مصرفة مثلا مع لوكسيليغ اتر. طبعا هناك حالات اخرى ممكن نتطرق لها فيما بعد المتعلقة بلوكسيليغ افوار. اتونسيون لي فيرب دي تخوازيام جروب. اذا افعال المجموعة الثالثة، افعال المجموعة الثالثة اون تخوا موديل دو تيرمينيزون عندها تلاتاد الاشكال من لا تيرمينيزون اللي تيمكن لينا نضيفوها لهاد لو بارتيسيب باسي. اذا عندنا موديل 1 موديل 2 موديل 3. موديل 1 مثلا لو فيرب بروندر بري ثم بريز المؤنث المفرد ثم بريز طبعا نضيف او اس في حاله مؤنث الجمع. ثم عندنا الشكل الثاني مثلا لو فيرب سويفر او بي اكوير او بي افوار او بي افير. اذا مثل هذه الافعال طبعا طبعا لو بارتيسيب باسي المتعلق بهذه الافعال مثلا هو سويفي كوي في في. اذا نتكلم عن لو ماسكولين سينغولي كما تلاحظوا باش نضيفوا له والو. كما تلاحظوا ان لو بارتيسيب باسي تبقى على هذا الحال. ثم في حاله لو ماسكولين بلوريال اننا نضيف اس لهاد لي بارتيسيب باسي. تتبع عندنا سويفي افيك اس كوي افيك اس في افيك اس في افيك اس. ثم في حاله فيمينا سينغولي اذا طبعا نضيف او كالعاده. في حالة فيمينا بلوريال نضيف او اس. في حالة فيمينا بلوريال في حالة مؤنث الجمع نضيف او الخاصة بالتأنيث ثم نضيف اس الخاصة بالجمع. ثم عندنا الشكل الثالث من الافعال المتعلقة بالمجموعة الثالثة. اذا مثلا اذا اخذنا مثلا لو فيرب ابسودغ لو ماسكولا سينغولي تتكون عندنا ابسو ابسو بهذا الشكل. نفس الشيء مع لو ماسكولا بلوريال في حالة الجمع. ثم أو فيمينا سينغولي نقول أبسوت. أو فيمينا سينغولي نقول أبسوت. ثم أبسوت أفيك أو إس على فان أفيك أو إس على فان في حالة لو فيمينا بلوريال. إذا نتكلم على لو فيرب أبسودغ طبعا المقصود به غفر أو برأ. غفر أو برأ. إلا خدينا مثلا جدول الصرف كما تلاحظوا فالبريزون نقول جابسو انا اغفر او ابرئ تيابسو الى بسو نوز ابسولفون ووز ابسولفي ايلز ابسولف ايلز ابسولف. هاد لو بارتيسيب باسي اللي ذكرنا قبل قليل تنوجدو في بحال لو باسي كومبوزي. نقول جي ابسو انا غفرت مثلا تيابسو الى بسو الى ابسو nous avons absous, vous avez absous, ils ont absous.
هناك لو فيرب سابسودغ، كما نقول أن الإنسان يعمل شيئا ليغفر خطاياه، أنه يتحلل من خطاياه. إذن طبعا في هذه الحالة الفعل أنه غيتصرف مع إتخ. إذا أخذنا لو بليسكو بارفي، في حالة لو بليسكو بارفي كما تلاحظوا غنلقاو نفس هاد لو بارتيسي باسي جافي أبسو، مادام أن الفعل تيتصرف فقط مع لوكسيليغ أفواغ، ما يكونش هناك تغيير. طبعا التغييرات الأخرى اللي شفنا قبل قليل هي ملي تيتصرف الفعل مع إتخ أو حتى مع أفواغ، مع أفواغ ولكن في حالات أخرى سنرى كما ذكرنا. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.